السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم الديزاين باترن عشان تعرف تكتب أكوادك زي الناس المحترفين في مجال البرمجة. والنهاردة هنتكلم عن موضوع جديد وهو الفاكتوري ديزاين باترن. وده ديزاين باترن جديد، يعني احنا خلاص كده خلصنا كلام عن السنجلتون ديزاين باترن وهنخش على الديزاين باترن الجديد وهو الفاكتوري ديزاين باترن، فخليكوا معنا. بالبداية كده تعالوا نتكلم شوية عن الفاكتوري ديزاين باترن. الفاكتوري ديزاين باترن هو ديزاين باترن من نوع الكرييشنال ديزاين باترن. احنا اتفقنا ان الديزاين باترنز ثلاث انواع. اول نوع كان الكرييشنال، شرحنا في الحلقات اللي فاتت السنجلتون كلاس، ويعني اعتقد يعني معظم الناس سعيدة بالشرح دوت. فاللي عنده مشكلة في الشرح بتاع السنجلتون ديزاين باترن انصحه انه يشوف الفيديوهات مرة تانية. احنا النهاردة هنكمل كلامنا عن تاني مثال او تاني ديزاين باترن في الكرييشنال ديزاين باترن بتاعتنا وهو الفاكتوري ديزاين باترن. طيب ايه هو الفاكتوري ديزاين باترن؟ زي الصورة اللي انتوا شايفينها طلع على الشاشة ديت، انا عندي انترفيس في كذا كلاس معمول له امبلمنتيشن، وتحت في منهم فاكتوري او مصنع بيحدد انه كلاس اللي يتعمل له ران من الكلاسز اللي فوق دي، وهو دوت الباترن بتاعنا اللي هنمشي عليه في الفاكتوري بمنتهى البساطه. بدون معقدكم في بعض مصطلحات واقول لكم مثلا ايه ان هو تقدر تعمل كرييت للاوبجكت عن طريق انك تراجع ايه الكومن انترفيس وحوارات كده كبيره ممكن الناس ما تفهمش شرحها، انا افضل ان احنا ندي شويه امثله عمليه الناس هتفهم بيها افضل موضوع الفاكتوري باترن من غير ما ايه ما نتكلم فيه كلام نحو كتير. انا بس حدي مثال بسيط كده، عاوزك تتخيل معايا كلاينت عاوز منتج ما، المنتج دوت فيه يعني مثلا وليكن لابتوب، هو بالطبع مش هيصنعه بنفسه، هيروح لفاكتوري، الفاكتوري دوت هيصنع له البرودكت دوت وبعد كده هيديه له عشان يستخدمه. دي النظرية عموما بتاعت ايه الديزاين باترن اللي هو ايه الفاكتوري ديزاين باترن. وعشان نتعمق اكتر في الموضوع دوت، يعني معلش يعني انا مش عاوز الناس لما تسمع اي مصطلحات تخاف منها او كده، لان ده طبيعي جدا، انت في بداية اي كورس او في بداية اي معلومة بتبقى شوية مش فاهم، كمل الحلقة للاخر وانت هتلاقي النقاط اللي انت ممكن ما تكونش فاهمها في اول الحلقة فهمتها في اخر الحلقة. تعالوا ناخد مثال على السنجلتون سوري عن الفاكتوري ميثود، ماشي، فاكتوري ديزاين باترن. بمنتهى البساطة خالص احنا عندنا مصنع بيعمل سيارات لايك مرسيدس مثلا، المصنع دوت بينتج انواع من السيارات، بينتج السيدان كار وبينتج الاس يو في كار وبينتج كمان التراك كار اللي هو العربيات الشاحنات الكبيرة ديت، ماشي. تعالوا نبدأ بان احنا نعمل 3 كلاسز، هنعمل هنا نيو اد كلاس، واول حاجة مثلا هنسميها هنا سيدان كلاس، ممكن عشان نحدد بس الحاجات اللي هنشغلين فيها نأد فولدر، وهنسمي الفولدر دوت ايه فاكتوري ديزاين باترن او فاكتوري باترن فاكتوري، ماشي. وجوه الكلاس دوت هنأد الكلاسز بتاعتنا، اول كلاس هنسميه مثلا سيدان، هنسميه سيدان كار، ماشي، ونأد اوكي، ونعمل اد تاني ل او في البداية خالص انا اسف هنعمل كلاس كده هوت هنسميه ايه كار بس اوكي عشان ده يبقى البيس كلاس بتاعنا، وبعدين هنعمل هنا سيدان كار، وبعدين نعمل اد كلاس تاني هنسميه هنا اس يو في كار، وبعد كده اخر حاجة هنعمل مثلا ايه تراك كار اهو هنا تراك كار اوكي.
وندوس اد. اصبح عندنا دي البيز كلاس بتاعنا، فهنخليه هنا ده ابستراكت كلاس، من اساس ان كله هيبقى زي الانترفيس كده، كله هي ايه هيورث منه الصفات بتاعته. وطبعا هيبقى في فيلدز زي مثلا ايه، نقول هنا بابليك مثلا كار نيم، حاجات مشتركه جيت سيت سوري سترينج، وهنا نقول هنا بابليك مثلا، هنقول اي حاجه موديل، موديل نمبر مثلا انت هنا موديل نمبر، كل العربيات ليها اسم وليها موديل نمبر. اوكي سوري تمام كده. مثلا نحط هنا كمان ميثودز زي هنا ايه بابليك مثلا ران كار void run car، اساس ان هو ايه بتجري يعني. ممكن نستخدم هنا كونسولو دوت رايت لاين مثلا، هنقول هنا ايه مثلا car name مثلا هنا is running، ومثلا هنعمل ميثود تانية زي مثلا ايه مثلا شو كار مثلا void شو كار، ده كونسولو دوت رايت لاين. نستخدم بقى الموديل نمبر بتاعنا مثلا هنا بلاز از شونج تمام. المهم ان انا بعمل كلاس هستخدمه ككلاس ابستراكت او كفازر كلاس او كبيرنت كلاس، وهخلي الكلاسات كلها التانية ايه تلود منه. هنيجي هنا اهوت كده في السيدان كار، ونعمل هنا كونستراكتور، هنقول هنا بابليك ماشي سيدان كار اوكي. وهنبدا نستخدم بقى البيز، بس الاول هنعمل كده اهوت، وهنقول له ده بينهرت من ايه كار اوكي. بعد ما نقول له ان ده هينهرت من كار، هاجي هنا مثلا واقول له هنا ايه كار نيم اهو بيز دوت، انا اسف يبدو ان ما عملتهاش هو انا كتب انا كتبت دي في تراك كار، انا اسف المفروض كده كات في الكار، لان هي ديت ايه البيرنت، ودوت طبعا هنا ده مش ابستراكت كنترول اكس، الكارز ديت هي الاي ابستراكت ماشي. انا برضو استغربت فين الميثودز اللي انا عملتها ديت، او فين التولز اللي انا كتبتها ديت. فاجي هنا واقول له هنا كار نيم هيساوي مثلا اي نوع عربيات مثلا ممكن بي ام دبليو ماشي، وهنا كار موديل يساوي 2020 اوكي. وهعمل كده بقى في كل كار ميثود تقابلني ماشي. اروح هنا على الاس يو في كار، واعمل برضو بابل، اعمل برضو كونستراكتور، الاول هخليه يورث من الكار، وبعد كده ممكن اخد الكونستراكتور ده كنترول سي واروح بيه هنا نغير اسمه بس. ممكن هنا ديت نسميها اي حاجة تانية، اي كار تانية مثلا مرسيدس، مش عارف انا كده كتبها صح ولا لا، وموديل 2021. و ممكن ناخد ده كده كنترول، ناخد ده كده كنترول سي ونروح على تراك، خليها تورث برضو من هنا الكار ماشي. واستخدم برضو نفس الفكره ديت من التراك، انا ما اعرفش موديلاتها يعني، فممكن نسميها تراك والموديل بتاعها 2019 تمام كده. هو لو عاوز استخدم الليله ديت بتاعتي، فالطريقه القديمه بدون استخدام الفاكتوري باترن، هنروح على البروجرام، ممكن نمسح ده كده خلاص مش عايزينه، وهنيجي هنا هو كده شايف ان الكلاس ده هو مش لاقيه، فممكن اقول له ايه ان هو يوزنج اهو يوزنج فاكتوري، لو دوست هنا هيحط لي
singleton dot factory اللي هو الباص بتاعي. مش مشكله هيساوي هنا نيو سيدان كار ماشي. والاولد واي اللي كلنا عارفينها الناس اللي خدت معايا كورس سي شارب، مجرد بس من هنقول له هنا كار دوت اللي بقى الحاجه اللي هي ايه ران كار، اي حاجه بقى من الكلاسز اللي انا من الميثودز اللي انا بستخدمها، ومجرد بس ما اقول له ران كده اهوت هيبدا يران اهوت. ثانيه واحده ممكن كونسولو دوت ريت كي ترو تمام كده عشان ايه يوقف لي الشاشه بعد ما نعمل الران. اهوت بي ام دبليو اي از راننج اللي هو ايه نوع السيدان كار اللي بينتجها ايه المصنع دوت. ما علينا، دي النظام القديم. طبعا احنا عاوزين نستخدم الفاكتوري ديزاين باترن. طيب خلينا نتكلم في حاجه تانية برضو. افرض ان انت مثلا عامل برنامج بتخلي العميل هو اللي يختار شكل العربيه اللي عايزها، زي ما احنا بنقول يعني هنخلي الكلاينت هو اللي يختار. فبكل بساطه تقول له هنا كونسولو دوت رايت لاين، مثلا هتقول له ايه سيلكت يور تايب كي، وهنا مثلا هنقول له هنا الاس ايكوال سيدان، وال مثلا هي برضو اس خليها اليو ايكوال اس يو في، وال تي ايكوال تراك اوكي. وانت بتقول له سيلكت، وبعد كده نقول هنا كونسولو، وبعد كده سوري ناخد في مخزن string dot string sorry is time مثلا هيساوي console dot read line اوكي. وبعد كده ممكن نستخدم ايه switch ونقول له هنا type، ولو عاوز الكار ديت مثلا نقول هنا case s بريك، وهنا نبدا ناخدهم كده كنترول سي كنترول في كنترول في اس ويو واي تي، وكل واحده منهم هنقول لهم فيها ان الكار ديت هيساوي تراك سوري سيدان، وهنا هنا برضو هنا الكار هيساوي نيو اس يو في، وهنا الكار ايكوال نيو اس يو في مثلا، او لا سوري تراك كار ماشي. وممكن بعد كده بعد ده كله تيجي هنا مثلا تقول له الكار دوت، او ممكن تعمل ميثود تانية زي كده مثلا static void run command اوكي، تاخد التايب هنا بتاعها تخليه كار، وتقول هنا مثلا كار دوت ران كار دوت شو كار، كانت اسمها شو كار ايوه، وتيجي هنا تقول هنا ران كوماند وتبعت فيها ايه الكار ديت اوكي. يبقى انت كده يعني زي ما تقول كده خليت العميل هو اللي يختار او الكلاينت اللي يختار. طبعا يعني الكلام ده كله مش ظريف ابدا، كميات سويتش وكميات معرفش ايه. المفروض تخلي السيستم بتاعك يعني سمارتر ذان ذس يعني. بص لو رنينا كده هنقول هنا الاس اهوت البي ام دبليو از راننج 2020 از شوينج ماشي، بغض النظر ان مفيش مسافات يعني، انا بحب عاوز بس اوصل ايه الفكره ازاي ممكن تعمل ايه الفاكتوري ديزاين باترن. طب الحل ايه في الاستخدام من كود؟ لا لو هنمشي تبع الباترن يبقى نعمل كلاس جديد كده اهوت نيو ايتم، وهنسميه مثلا كار كلاس او كار فاكتوري اوكي، وهعمل له اد وهاجي في الكار فاكتوري دوت هقول هنا بابليك مثلا، والكلاس الريتيرن تايب بتاعته بتبقى كار،
وهنقول هنا ايه جيت يور كار. اوكي وهبدا استخدم مثلا هنا السترينج طيب ماشي. وهروح بقى هنا في البروجرام بتاعي مش هستخدم بقى ده هنا كده اقول له انك اكس الفاكتوري اهو ماشي. هنقول هنا ريتيرن ممكن نلغي البريك دي مش مالهاش لازمه بعد الريتيرن ما بيكونش ليها لازمه. وهنا مش لازم بقى نقول تمام كده اهوت تمام كده اهوت. هنقول هنا ايه ريتيرن نيو ونشيل البريك ديت ايه كار بحيث ان هو ما اعترضش يعني ان الميثود دي مش بتطلع يبقى الديفولت على طول تطلعها ايه تراك تمام كده اهوت. وهاجي هنا بقى واقول له ايه بقى ان الكار بتاعي دوت هيساوي مثلا هنا ممكن افتح قوسين كده واقول هنا نيو كار فاكتوري دوت جيت يور كار وندخل فيها ايه التايب تمام كده اهوت. يبقى انا كده عملت فاكتوري من بعيد كلاس فاكتوري بيقدر يحدد لي ايه التايب اللي المفروض ان انا ايه استرجعه للكلاس بتاعي ماشي. ده الشكل الكلاسيك ها بتاع ايه الفاكتوري كلاس او الفاكتوري باترن. احنا ان شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل كلام بعد ما تستوعبوا الى حد ما الكلاس فاكتوري ده نتكلم بقى ازاي نعمل ابستراكت كلاس فاكتوري. بس يعني انا كنت حبيت اوصل لكم الفكرة عن طريق مثال بسيط اعتقد المثال سهل. هي الباترن كلها يعني الهدف منها انك انت لما تعوز تختار تايب مش من كذا كلاس واخد من كلاس تاني انك انت تعمل له ايه فاكتوري وتبدا تختار اهوت الفاكتوري كلاس فاكتوري تبدا تختار التايب دوت عن طريق الفاكتوري ديت بطريقه ايه افضل. ومن هنا بتنتهي حلقه النهارده من الديزاين باترن. يا ريت تعدوا استفسار من اي نوع يسيبوا في الكومنتس باك تحت الفيديو. اتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى لجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي والى اللقاء في الحلقات القادمه. دمتم في رعايه الله.